مشتركي سابورانيت، في الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على التيار الكهربائي، باش نحكيو على أجهزة قيس، باش نحكيو على لهنا معناتها كيفاش يمر التيار الكهربائي في دارة كهربائية بالتسلسل. دونك باش نحكيو بالطبيعة على توزيع معناتها توزيع التيار الكهربائي بصفة عامة. دونك أول حاجة باش نقومو بها اللي هي تعريف التيار الكهربائي. إذا شنو هو التيار الكهربائي؟ شفناهم في السنة 7 أساسي، ولهنا باش نتعمقوا فيهم أكثر. إذا هو عبارة عن تحرك أو تدفق الجسيمات المشحونة كهربائيا. اللي نقول تيار كهربائي نقول شدة التيار الكهربائي. إذن هي مقدار فيزيائي يعبر عن كمية الكهرباء المارة في الدارة الكهربائية. نرمز لها بالحرف اللاتيني إي، intensité du courant électrique. وحدة قيسها هي الأمبير متر، دونك وحدة قيسها الأمبير، عفوا وحدة القياس هي الأمبير، ونرمز لها بالحرف اللاتيني أ، والأمبير متر هو جهاز القيس، جهاز القيس هو الأمبير متر. إذا عندي واحد أمبير يساوي 1000 ملي أمبير، وواحد ملي أمبير يساوي 1000 ميكرو أمبير. فوالا ثم علاقات مهمة برشا باش معناتها لهنا نخدمو بيهم في التمارينات نتاعنا. قلنا القيس، جهاز القيس يسمى الأمبير متر، جهاز قيسها هو الأمبير متر. عنده زوز قطبين، قطب موجب وقطب سالب، موجود في المخبر نتاعكم. دونك لهنا هذا هو الجهاز القيس في الدار، نرمز له أ، عنده لهنا القطب السالب وعنده القطب الموجب. في الدارة الكهربائية الأمبيرمتر يركب بالتسلسل، لهنا إذا لهنا يركب الأمبيرمتر في دارة كهربائية بالتسلسل. فوالا دونك لهنا هذا هو كيفاش يركب. أتو نشوفوه في التمارينات نتاعنا وكيفاش نحطوه التيار الكهربائي. به هذا هو مفهوم التيار الكهربائي. بالنسبة لشدة التيار الكهربائي المستمر، شو معناتها شدة التيار الكهربائي المستمر؟ هي نفسها في كل نقطة من نقاط الدارة. مثلا أنا عندي الدارة هذه فيها مولد وفيها زوز مصابيح، هذه دارة كهربائية بالتسلسل، هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب. بالطبيعة الإي كيفاش باش تخرج؟ تخرج من القطب الموجب، هذه هي الإي، باش تكون هي نفسها على خاطر الدارة نتاعي هي دارة بالتسلسل. إذا لهنا شدة التيار الكهربائي المستمر هي نفسها في كل نقطة من نقاط الدائرة الدارة عفوا. إذا لهنا بطبيعة الدارة تكون فيها عناصرها، إذا عناصرها مركبة بالتسلسل، خاطر بالتوازي راهو تفرق تولي حاجة أخرى، ولي عندنا قانون آخر واللي هو قانون العقد لهنا.
فهمنا ب هذا شو معناتها دارة بالتسلسل؟ عندي دارة المتفرعة اللي هي دارة بالتوازي. باش نعرفها هنا شو معناتها معناتها دارة متفرعة، إذا هي كل دارة تحتوي على أكثر من حلقة. شو معناتها حلقة؟ لهنا مثال في الصورة هذه عطيتلكم، هذه تسمى حلقة، عطيتو هذه هي حلقة. باه أنا باش نعطيكم لهنا مثال، دونك مثال عندنا لهنا عندي مولد، لهنا عندي مصباح، لهنا عندي مصباح آخر. فوالا دونك هذه هي دارة كهربائية بالتسلسل. بالطبيعة الإي متاعي تخرج من هنا من الموجب، كي باش نوصلوا للعقدة هذه، هي تسمى عقدة، باش تتفرع الإي، دونك هذه هي إي، باش تعطيني إي واحد واثنين. ملاحظة مهمة، إذا كان المصباح الأولاني باش نسميه ال واحد والمصباح الثاني باش نسميه ال اثنين، إذا كان ال واحد والال اثنين متطابقان، معناتها زوز مصابيح عندهم ميم كاركتيرستيك كيف كيف، راهو الإي واحد يساوي الإي اثنين. ولكن إذا كان المصابيح زوز مختلفين، راهو الإي واحد مختلف عن الإي اثنين. ولكن في العقدة متاعي لهنا عندي القانون متاعي اللي هو إي يساوي إي واحد مع إي اثنين. ملاحظة هذه اللي باش قلت نحكي لكم فيها مهمة برشا، تعاونا في التمارين. إذا كان ال واحد وال اثنين متطابقان، معناتها كيف كيف، راهو إي واحد يساوي اثنين، وراهي إي تساوي إي واحد مع إي اثنين، معناتها نجم نسميها اثنين إي واحد، على خاطر هي إي واحد مع إي واحد، خاطر إي اثنين هي بيدها إي واحد، نجم نستنتج من هنا إي واحد اللي هي إي على اثنين. كي دونك هذوما تو في وقت نخدم التمارينات تزيدوا تفهمهم أكثر، ومعناها وتعرفوا كيفاش تخدموا بهم أكثر. إذا لهنا كاستنتاج أن شدة التيار الرئيسي اللي هي الإي تساوي مجموع شدة التيارات المتفرعة، إذا لهنا اللي هما الإي واحد والإي اثنين، وكان جا عندي تفرع آخر أو إي ثلاثة ولا، فهمنا؟ إذا شدة التيار الرئيسي اللي خارج من مولد تساوي مجموع شدة التيارات المتفرعة. فوالا دونك ملاحظة مهمة اللي كنت نحكي لكم فيها، وهذا يسمى لهنا بقانون العقد. إذا كنص باش نعطيكم نص القانون، في الفيديو الجاي إن شاء الله باش نزيد نحكي لكم عليه أكثر. إذا قانون العقد مجموع شدة التيارات الداخلة إلى العقدة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها. باش ناخذ العقدة نتاعنا لهنا، دونك هذه هي العقدة أ، عندي هذا إي واحد، وعندي هذا إي اثنين، عندي هذا إي ثلاثة، وعندي هذا إي أربعة. باش نطبقو قانون العقد في العقدة أ، شنو باش يعطيني؟ التيارات الداخل، شدة التيارات الداخلة، داخل عندي إي واحد وعندي إي اثنين، معناتها إي واحد مع إي اثنين يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة، معناتها إي ثلاثة مع إي أربعة، إي ثلاثة مع إي أربعة. فوالا قانون ساهل تطبيق، إن شاء الله في التمارينات تو نفهمو أكثر. دونك هذا هو شدة التيار الكهربائي. النقطة الموالية واللي هي التوتر الكهربائي، دمنا نحكيو على الدارة الكهربائية باش نحكيو على التوتر الكهربائي. إذا لهنا التوتر الكهربائي هو زاد مقدار فيزيائي قابل للقيس،
دونك التوتر هذا نرمزو له بالحرف اللاتيني U كي تنسيون دو كورون إلكتريك. أنا عندي لهنا العنصر متاعي دونك بطبيعة عندي هذايا هو القطب بي وهذايا هو القطب أ. دونك U تبدأ ماشي هكي U لهنا دونك ماشية من A للبي دونك نقطة الوصول هي بي معناتها لهنا بي أ ديما نقطة الوصول نحطوها من الأول اللي هي دونك لهنا في بي إلا في أ. إذن يرمز السهم المتجه من أ إلى بي بي يو بي أ. هذو مرة مهمة اللي نحكي عليها. عندي لهنا الجهد هذية دونك تسمى في بي وفي أ هو الجهد. دونك فوالا هذا هو التعريف نتاعنا. وحدة القيس نتاعو اللي هي الفولت دونك وحدة قيسه الفولت يرمز لها بالحرف اللاتيني في. جهاز القيس دونك هو الفولت متر ولكن هنا ماهوش بالتسلسل وهو بالتوازي مع العنصر اللي نحب نحسب له التوتر نتاعو. اذا جهاز قيسه الفولت متر ويركب بالتوازي. مثال انا عندي لهنا دارة كهربائية بطبيعة الفولت متر هذا عنده زوز اقطاب. عنده القطب لهنا الموجب اللي هو نرمزولو يا اما في والا بلس وعنده القطب السالب يا اما كوم والا الا انت والفولت متر شنو موجود. دونك لهنا باش نحاول نعطيكم دارة كهربائية عندي هذه الدارة نتاعي انا لهنا نحب نقيس التوتر في المولد نتاعي. دونك قلنا لهنا الفولت متر يتربط ب التوازي بالتوازي مع العنصر اللي نحب نقيس له لهنا التوتر نتاعو. اوكي دونك فوالا باش نحطو لهنا الفولت متر نتاعي في. اوكي دونك الموجب بالموجب والسالب بالسالب ولا بالكوم نتاعو. اوكي ولا فما عدة معناتها لهنا انواع من اجهزه الفولت متر. فما الفولت متر الرقمي وفما الفولت متر الاباري اللي باش نستخدموا بهم في الاشغال التطبيقيه ان شاء الله. دونك تو نحاول انا نهبط لكم تصورهم مع المعلم على الدرس لهنا. ملاحظه برك بالنسبه للفولت متر الاباري دونك الاباري معناتها تجيك عندك ايغوي عندك موجود وتعرفوا سي سيو يبدا موجود هكا كيما نصف الدائره وفي الارقام نتاعو. دونك وانتوما بالطبيعه مش تحطوه في الداره والابره دور معناتها باش تحبس في الفالور المعين. كيفاش نقيس انا فما لهنا قاعده اللي هي U يساوي ان على ان في سي. شنو الان شنو الان شنو السي مهمه برشا هذه. دونك السي هو العيار المستعمل يبدا موجود على جنب لهنا تقروه. بالنسبه لل ان الصغيرة هي عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة فين باش تحبس الإبرة. والان الكبيرة هي عدد التدريجات الأقصى معناتها لهنا تقراها من هنا أقصى تدريج معناتها ليكتور فوا كاليبر سور إيشيل. هذايا باش نخدمو بيه إن شاء الله وباش نشوفوه في التمارينات وباش نوريكم كيفاش تطبقوا لهنا القاعدة هذه. فما زادة لهنا أباري واحدة أخرى تخولنا أن نقيس التوتر الكهربائي في دارة كهربائية واللي هو المشواء في الذبذبات. شدوه بالقداء الاسم هذايا مشواء في الذبذبات باش نخدم لكم عليه تطبيقات. ما نجمش نعطيكم ملخص هكاكا ونخليكم ضايعين دونك في المعطيات نتاعكم على خاطر يلزم نخدموا بالتطبيقات. مع الدرس هذايا باش تلقوا صور لهنا الأجهزة اللي كنت نحكي لكم عليها الفولت متر لامبير متر المشواف وكيفاش نستعملوا بطبيعه لهنا وكيفاش نقروا وباش نحاولوا نطبقوا مع بعضنا التمارينات. انتم كان عندكم اي استفسار ما عليكم كان تتصلوا باداره المنصه.